بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو السابق واقعك مرآة لذهنك، هذا التكمل له توضيح أكثر، لأنه في ناس يعني اعترضوا على بعض الأمور وفي ناس فهموا وفرحوا، والتعليقات موجودة ممكن أي واحد ينظر إليها. في الحقيقة واقعك مرآة لذهنك هذا حقيقي، يعني إن الله لا يغير ما بقوم، لا يغير ما بقوم يعني ما بهم من أحوال، ما بهم من واقع. التغيير هو بيد الله، لكن الله لا يغيره، حتى هذا شرط، يغيروا ما بأنفسهم. الخلاف في كلمة ما بأنفسهم، ناس حطوها على العبادات، أصلح العبادات أكثر، كل ما جاءت مشاكل وقال أنا عندي، كل ما أدخل في تجارة مثلا يستفتي، كل ما أدخل في تجارة أخسر، وكل ما مثلا أعالج من المرض الفلاني لا يذهب، وذهبت لمستشفيات في الخارج في الداخل لا فائدة. هذا واقع، الواقع هذا لا يصلح من الخارج، يصلح من الداخل. الخارج بيد الله، إن الله لا يغير يعني ما في تغيير من الله. ولو تكلمت بالدعاء، يعني الناس تدعو الله ولا يجدون الفرج، حتى يستسقون ولا ينزل المطر، لأن هذه ألفاظ الاستسقاء. الاستسقاء من القلب، يكون موجود أحاسيس ومشاعر تريد الماء، وكذلك أحاسيس ومشاعر تريد بقوة أن المرض هذا يذهب. ولا يكفي هذا، أنت طلبت، الطلب موجود عند الله، لكن هل أنت أصلحت الداخل؟ تصلح الداخل ليس بالعبادات. العبادات أخف شيء يوم القيامة في الميزان، بل سمى الرسول صلى الله عليه وسلم أهلها الذين ليس عندهم أعمال صالحة إلا العبادات، الباقي سيء، ها؟ بيّن أنهم هم المفلسون. أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، قالوا لا، المفلس من يأتي يوم القيامة، ها؟ بصلاة وزكاة وصيام وذكر وحج، هذه العبادات مثل الجبال، ها؟ ولكن ها؟ يأتي وقد سب هذا. شوف أعمال بسيطة في المعاملات، أعمال بسيطة في المعاملات ماذا تفعل؟ كيف إذا أعمال كبيرة فيها ظلم، فيها افتراء، فيها أذية، فيها اغتصاب، فيها كذا كذا، ها؟ كيف تكون الحالة؟ صعبة جدا. فذلك يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ من حسناته وتعطى لهم، ثم يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيذهب إلى جهنم. هذا هو المفلس، المفلس يوم القيامة من هو؟ هو هذا، لأنه عنده حسنات مثل الجبال، لكنها من فئة ريال واحد، من فئة دولار مثلا، من فئة دينار، من فئة درهم، من فئة بسيطة يعني أقل شيء، ها؟ ولكن أهل الأعمال الصالحة التي هي المعاملات والمعاشرات، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، لا يؤذي ولا يأخذ مال هذا ولا يسب هذا ولا يشتم هذا، وعنده حسنات قليل من العبادات يكفي، هذا خلاص يدخل الجنة ما شاء الله مثل الصاروخ، لأن أقوى كمان، لأن المعاملات يعني ميزانها عند الله عظيم، حتى أحيانا ما تدخل الميزان. شفت اللي قتل 99 ثم قتل 100، الواحد كمل به 100 ثم ما عمل شيء، حياته كلها سيئات قتل، وغير القتل موجود لكن هذا أعلى شيء في القتل، بيئة سيئة كان عايش فيها. وقال له الشيخ الأخير، قال له اذهب إلى بلد فيها أناس صالحون يعبدون الله، فأراد الذهاب ومشى، ما قتله، لأنه فتح له باب الرحمة والخير، فذهب ومات قبل منتصف الطريق. جاءت ملائكة العذاب قالت هذا ما فعل خيرا قط، وجاءت ملائكة الرحمة قالت هذا توجه إلى الله، يريد الله، ما في أعمال، فاختصموا، فالله سبحانه وتعالى فصل بينهم، قيسوا المسافة، والمسافة هي أقرب للملك للبلد السيء الذي كان فيه،
يعني تأخذ ملائكة العذاب، ولكن الله الرحمة سبقت فأمر الأرض التي متجه إليها أن تقاربي، والأرض التي كان فيها قال لها تباعدي. فلما قاسوا المسافة وجدوه إلى الأرض التي هو ذاهب إليها للطاعة، يريد أن يشارك معهم في الطاعة ويعبد الله ويتوب، يريد ما فعل شيء، فأخذته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. المقصد من هذا أن قوة العبادات ضعيفة، ليس كما نظن. هم وضعوا لنا الترتيب هكذا: العبادات، المعاملات، المعاشرات، كل شيء، العبادات رقم واحد، والحقيقة هي هكذا، العبادات أقل شيء. المفلس هو اللي عنده العبادات ولا شيء عنده آخر. فالأساس هو المعاملات. الله يعفو في موضوع الحسنات التي بين الإنسان وبين الله، الأشياء التي بين الله وبين الإنسان، يكرمه الله يعطيه، ولكن بينه وبين الخلق لا. السيئة الواحدة فيها خطورة سيئة مع العباد. بر الوالدين، صار عقوق الوالدين خطر جدا خطير. قطيعة الرحم جدا خطيرة. احتقار إنسان لأجل قبيلة أو لأجل دولة أو لأجل شكل أو لأجل مهنة، مهنته وهكذا، احتقاره هذه خطيرة. هذا الاحتقار والكبر والعجب، هذه الأعمال خطيرة جدا على الإنسان، لأنها أعمال شيطانية. الشيطان قال أنا خير منه، عنده الكبر وعنده العجب وعنده النفاق وعنده الاحتقار. احتقر آدم، شكل مو كويس، أنا أحسن منه، أنا خير منه، بناء على إيش؟ بناء على أشياء ظاهرية. ولكن هذا أخطر، أخطر ما تكتب في الكتب للناس. تعطى الكتب الكبائر كذا وكذا، الخمر والزنا وعقوق الوالدين، وهذا صحيح، ولكن لازم نذكر الكبائر الباطنية الخطيرة أخطر من هذه. هذه ممكن يغفرها الله، ممكن الواحد يجبر بعمل آخر يكمل بعض الأشياء التي عند الإنسان. فلذلك عندنا فهم غلط، لذلك ما نفهم هذا القانون. القانون يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أنت تفرح، بدل ما أنت تفرح بهذا القانون. ليش نفرح؟ نفرح لأنه الله سبحانه وتعالى كفانا هذا الهم، بدل ما نصلح هنا ونصلح في الشمال واليمين والجنوب والشرق والغرب وهذه الأشياء، لا، نصلح في جهة واحدة، نفسي عندي سيطرة كاملة عليها. أما الخارج ما يوجد سيطرة، ما تقول يا فلان لا تؤذيني، ولكن تقدر تصلح داخل فيتوقف أذيته، لأن الله ذكر في قانون آخر. هذه قوانين كونية قبل خلق الإنسان، القرآن قبل خلق الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى، قال في القرآن الرحمن إيش خلق الإنسان؟ لا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علم الإنسان البيان، بعدين خلق الإنسان، بعدين، لكن أول شيء وضع القوانين. كل القرآن هذا قوانين كونية. فقال في آية ثانية ماذا قال؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اهتديتم داخل، مو اهتديتم توجهتوا العبادات، اهتديتم في الداخل، ضبطت أمورك، صفيت، أصلحت، احتحملت الناس، إيش يصير؟ لا يضرك. لو أراد هو يضرك لا يستطيع، لا يستطيع، هذه حماية كونية، قانون كوني إلهي، لا يضرك، كن يقين على هذا. فأنت اجتهد في باب واحد فقط، حط مخك كله على هذا المجال، حتى الرزق إذا متعسر حط هنا في مشكلة عندي أنا. إيش هي المشكلة؟ اسأل، ما تسأل الناس، ما تسأل الشيوخ، ما تسأل أحد، اسأل نفسك، قول يا رب، قول يا رب أنا أريد أمشي في الطريق الصحيح، أريد أن أصلح ذاتي، أصلح نفسي،
أنت ذكرت أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أنا أريد أن أغير ما بنفسي ولكن لا أدري. ضع هذه أمام الله سؤال وانتظر الإجابة، تجيك الإجابة بإما واحد يتكلم كلمة ولكن هذه الكلمة تدخل في القلب لا يقصدك، يمكن يتكلم واحد ثاني وأنت تسمع، ها؟ يرسل الله لك رسائل إما بطريق الكلام أو بطريق الإلهام أو بطريق الرؤية، تشوف اللي الرؤية، ها؟ أو بطريق إن الله يلهمك تجد نفسك ينشرح صدرك إنك إيش، واحد أسأت له من زمان ما تعرف الطريقة لإصلاح الوضع، ها؟ تصلح مع شخص آخر يكون عنده نفس المشكلة، ها؟ تساعد أو تصلح المشكلة، عاد أنت أعرف بمشاكلك، ها؟ ولكن لما تنوي هذا الشيء أنت قطعت نفس الطريق، نصف الطريق تقطعه إذا أنت قلت أنا مسؤول عن أي شيء يحصل في حياتي، أنا المسؤول، ليس الحكومة، ها؟ وضعها، وليس الظرف الاقتصادي اللي موجود، لأن في ناس في الظروف الاقتصادية انتعشوا، في الظروف الاقتصادية انتعشوا، صارت تجارة عالمية عنده، بس فتح تطبيق أونلاين، ها؟ تطبيق في الجوالات أو مثلا خدمة أونلاين ويقدم الخدمة للناس، كان أول ماله بسيط الآن زاد المال، زادت كل شيء، تحسنت أحواله أكثر وأكثر. لا نضع عقبات لأنفسنا، العقبات التي في الخارج هي في الداخل، إذا في أي عقبة أنا ما عندي مال حتى أستطيع أن أعمل تجارة. بعد هذه الكلمة إذن فأنا أجلس في البيت، لو واحد ثاني يقول إذن ها كيف أجلب المال، أحتاج المال لشغل التجارة، كيف أجلب المال وأكون قليلا 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 حتى يصير كثير وأشتغل، بدل ما أشتغل في ميدان الصواريخ، هذه النية موجودة بعيد يبغى له ملايين مثلا، فأنا إيش أسوي، أبيع أشياء بسيطة وأجعل نسبة معينة كل بيع مهما كان قليل ولا كثير 5% 10% على جنب، ما أقتربها وكانها غير موجودة مثلا. هذا تفكير من الأفكار، يعني إذا أنت فتحت مخك الفكر تجد الانطلاق. أنا في مرض شديد وما أستطيع أعالج، ويقول العلاج في المكان الفلاني وكذا كذا، قل العلاج بيد الله، الشفاء بيد الله، ما جاء هذا المرض إلا لغرض، المرض لغرض، ليذيقنكم العذاب الأدنى، الأدنى دون العذاب الأكبر، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم إلينا يرجع. هل مقصد أن ترجع لي أنا يا أنا ربك، أنت غافل عني فأنا أرسل عليك الأمراض مثلا أو أرسل عليك الابتلاء، تعال إلي، وإذا جيت له راح المرض. وكثيرا من الناس لما لجأ إلى الله مو بالألفاظ، نحن ننظر خذ الألفاظ الفلانية فلان دعا بها ففرجت عنه ما شاكله، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، فعلها يونس، وقال الله في آخر الآية وكذلك ننجي المؤمنين. طيب أنت من المؤمنين؟ نظن نفسنا من المؤمنين، ليش؟ لأن علماء مخ. فلذلك في أمور يعني نحتاج إلى نفهمها، الدين يعني أساء له كثير من الناس وفسروا تفسيرات خاطئة، ولا الدين بسيط وسهل، والله يريد لك دخول الجنة ويريد لك السعادة في الدنيا ودخول الجنة في الدنيا وفي الآخرة مع بعض، يبقى كثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليش ما في بركات من السماء والأرض والعلم كثير وكليات الشريعة وكل الأشياء ذي؟ لأن المقصد مو العلم، العلم لا يدل على وجود التدين، التدين ما في من شروطه العلم الكثير، إبليس عنده العلم الكثير، عنده التوراة مع النبي كان موجود، والإنجيل كان موجود في حياة النبي، والقرآن هو كان موجود في ذاك الزمن في جامعات في برا في فرنسا مثلا، تعطي ايش، تعطي الدكتوراه في العقيده، خلاص صارت عندنا العقيده،
لا، الإيمان ممكن أنت أمي مؤمن بالله عظيم تطلب يجيب لك فورا، واحد عنده دكتوراه ما يستطيع. مسألة ما لها دخل بالعلم، مسألة دخل بالداخل في أنفسكم مو في مخكم. ممكن في مخي النجارة وأنا غير نجار. في أنفسكم في الداخل، أنت ضبط في الداخل مع ربك، ضبط في الداخل مع نفسك، ها؟ حب نفسك. الآن نحن نحتقر أنفسنا، ربنا الذي خلقنا كيف نحتقر أنفسنا؟ رب العظيم كرسي نجار مضبوط، تقول هذا ما عمرك ما شفته، ولكن تقول هذا الكرسي هذا الدولاب ممتاز، والذي عمله فنان، والذي عمله عنده ذوق، عنده فن، عنده، وأنت ما عمرك ما رأيته بسبب الصنعة. هل نريد يعني اختصار، يعني هل نريد يعني تغيير في أنفسنا يبدأ كل يوم في الصباح؟ اذهب أو اذهبي أنت أختي وأخي في المرآة، انظر. إحنا ننظر المرآة بالعكس، كيف ننظر بالعكس؟ ننظر المرآة، ما هذا الذي هنا، ما هذا الذي هنا، هذا شيء جديد، هذا جرح، هذا مدري شيء. ننظر في العيوب في المساوئ، ما ننظر لهذه العينين التي خلقها الله. ها؟ مع شدة البرد والتلوج ندفي أنفسنا كلنا ونترك العينين مكشوفة علشان نرى، ولكن نشوف القوة التي فيها مثلا. فلذلك نحن ننظر في المرآة، ننظر في المحاسن، ما هذه العيون التي خلقها الله، أنا والله جميل، أنا كذا، أتكلم عن نفسي بالجمال، حب نفسي، حب نفسك، لأن اللي صنعك هو الله وأعطاك قدرات، لو نعرف القدرات التي فينا والله ما شكونا من أي شيء، لو نعرف القدرات التي فينا نفخ فيك من روحي، يعني أنت عندك قوة عظيمة، ما أنت محدود بالجسد، أنت محدود غير محدود. هذا له كلام آخر إن شاء الله في جلسة أخرى، ويمكن في فيديو قبل كان موجود اعرف نفسك، فإن شاء الله نستعد ونتعرف على هذه الأمور. فربنا يسعدنا، أنا أتكلم في السيارة ومفتوح الشباك يأتي ذبان كثير، سامحونا ما في عندنا، يلا ربنا يسهل. فإن شاء الله مستعدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.